المشاهدون الأفاضل، ها نحن عدنا إلى وسط الميدان الشرقي بعد استراحة قصيرة. أستاذ محمد حسن الأمين قالت إن خياراتهم مفتوحة. نعم، ونحن كذلك أيضا نرد على كل موقف بما يوازيه من الجانب القانوني والدستوري والعسكري، إن كان والعسكري إن كان قتالا كما نفعل الآن مع الحركات المسلحة، سيمتد القتال إلى كل الذي يحمل السلاح. هل بالإمكان أن تقاتلون الطائفة الكبيرة طائفة الأنصار؟ إذن من ضمن خيارات هي حمل السلاح، الذين يحملون السلاح الآن تواجههم الدولة، تواجههم القوات المسلحة، تواجههم بما تملك، لأنه أنت يعني نحن حريصين على أمن الوطن وعلى سلامته وعلى سلامة المواطنين، وبالتالي كل خيار، الخيار الآخر، العمل الذي يعمل في الشارع مخالف للقانون مخالف للدستور، أيضا لديه من يعني إجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ بنفس القدر الذي كل يفتح خياراته. أيضا الردود سترد تكون بقدر الحركة نحو بما يضبط، ولا ندعي في ذلك أننا يعني تخطى القانون أو الدستور، أو إنما يعني سنمشي وفقا لكل الإجراءات القانونية الدستورية التي تتيح لنا الوقوف. أما إذا كان عملا سلميا، عملا بما يعني ديمقراطيا في إطار الذي يسمح به الدستور والقانون، فذلك مسموح. طيب أستاذة سارة، حزب الأمة كان يتحدث عن التعويضات، الإمام الصادق المهدي يتحدث عن أن هنالك لجنة قدرت التعويضات بمبلغ كبير وأنهم لم ينالوا إلا الجزء اليسير. بعض المراقبين يفسروا علو وارتفاع صوت حزب الأمة، ربما أيضا محاولة يعني للضغط على الحكومة في جانب التعويضات. بصراحة بالنسبة لنا نحن التعويضات زي ما قال حبيب الإمام، ما بالنسبة لنا ما بتعني حاجة. نعم هي قضية، ما ده حقك. لما زول لما بقت في يده السلطة أخذ حقك. يعني ما هي التعويضات شنو؟ شالوا مننا نحن حاجات أساسية، حاجاتنا نحن شالوها وقدرت في زمن ذاك بمبلغ محدد، والمفروض ترجع للحزب بعد نداء السوداء بنداء الوطن. كان مفروض ترجع للحزب، حصلت المماطلة كالعادة، وبالتالي هي مضربة ومحسوبة. أنا بالنسبة لي ما عارفاها يعني، لأنه ما بيهمني كثير الموضوع. أنت الأمين العام للحزب الأمة، كيف لا يهمني؟ معلش. بالتالي الناس الحكومة مطالبين، دي قروش حقتنا نحن عندهم، قروش حقتهم، قروش حقتنا نحن، حقت حزب الأمة، ممتلكات وأموال أخذت من حزب الأمة في الانقلاب يوم 30/6/89 بعد نداء الوطن في أكتوبر 99 عفوا في أكتوبر 99 كان مفروض ترجع. حصلت فيها مماطلات كثيرة جدا، أدونا منها فتات النزر اليسير. نعم، وبالتالي الجعل الأساسي عندهم ما ما طيب. في الانتخابات بتاعة 2010 كان في كلام إنه يدون المبالغ حقتنا دي ويعوضوا كل الأحزاب السياسية الحاجات اللي شالت منها، وبل قلنا إنه في النظم الديمقراطية المستقيمة والستدي يعني مستقرة في دولها، إنه الحكومات بتدعم الأحزاب السياسية تجنبا للفساد، وبالتالي طالبنا إنه يرجعوا لنا حقنا. بصراحة نعم، عملية التعويضات تحديدا في اكتوبر ابريل انتخابات ابريل 2010 لم تكن بتلك الشفافية. يعني هنالك يعني الساحة تدرك تماما ان حزب الأمة استلم اموال من الحكومة او من الحزب الحاكم، وما هي الانتخابات ده جزء لم تكن بالشفافية. لا ما في، حتى انت معلوماتك اذا سألتك كم استلمتك لو معلوماتك عشان اوريك لا في شفافية. بس الشفافية في الوقت ده كان معروف تماما انه ادونا كم، معروف تماما، وعندنا بيان هسه قبل كم يوم كان منشور في الاسفيريات. نعم. نعم. لكن للاسف الشديد انا ما يعني للاسف الشديد ليست لديك ارغام، مش لي ما لي مش لانه ما بالنسبه لي ما كانت بتعني حاجه. لا يعني قضيه مركزيه كيف لا تعني؟ معلش الكلام ده موجود وموثق، عم عمر الله يرحمه، لكن عندنا ورقنا وقاعد جاهزين، وهم يعلموا تماما الكلام ده بتوثيقاته بكده، فيه اخواننا المحامين اللي كانوا طرف في المساله دي كلها في حصرها وكده.
دي ما قضيتنا هسه عليك. طيب الله ما تودينا في قضيه انصرافيه. لا 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 الله يرضى عليك. انصرافيه تماما والله. خليني بس ادي فرصه طيب يعلق. طيب ونمضي تعويضات. منهج التعويضات ما اول مره. تعويضات حتى والسيد الصادق المهدي رئيس للوزراء في الفترة الحزبية سنة 86-89 أيضا استخرجوا لأنفسهم وهم حكام تعويضات وصرفوها على ما أذكر كانت زي 6 مليون في ذلك الوقت اللي هي كانت مبلغ ضخم جدا. وحتى عوضوا زملائهم وأصدقائهم من الحزب الشيوعي برضو 600 ألف وهكذا. فهي ده منهج يعني دائما هم بيتكلموا عن مسألة المال ومسألة التعويضات. وطبعا نحن نحترم الأسر تاريخيا حقيقة منذ ذهاب الإنجليز يعني أصبح عندهم ثروات وأصبح عندهم هذه الإمكانات. نحن لا نتحدث عن جذور كان ما تريد أن ولكن تربط مصدر الثروة بالبريطاني. لا 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 بصراحه افهم زي ما انا دار المشاهد انا اتحدث انه منذ ذلك العهد بقت مساله التعويضات دي جاريه في دم حزب الامه. اذا حاكم عايز تعويضات، اذا رجع عايز تعويضات. والمال هو مال الشعب السوداني ونهب مال الحشاب السوداني كله. المال ده مال الشعب السوداني وليس مال. وعلى الرغم من ذلك الناس استرضاء ومحاوله في ضمهم للصف الناس بيدفعوا ودفعوا المليارات. الحكومه دفعت ما دفعت يعني له ولقوة سياسية أخرى. وبالتالي أنا بفكر إنه المنهج ده يعني حقه لو هم يعني صادقين يعني ويدعوا إنهم هم ما فاسدين وهم أنظف وهم أنقى كل ما استلموا حق يعلنوها. يقولوا السيد الصادق لماذا لا استلم ليه أنتم ما بتعلنوا كحكومة يعني إذا الناس اضطروا سيكون ذلك. ولكن نحن نراعي أنت ما ممكن يعني من باب اللياقة أنت ما ممكن تدي زول وبعد ما يمكن يقول لك أنا أديتك ما بتبقى كده. طيب خلي هو يعلنها. طيب قضية أخرى المعارضة ما بيجي يوم الحساب. أستاذ محل حسن الحكومة المعارضة رفعت شعار أرحل وشعار أنا مقاطع. قال ستنظم استفتاء انتخابات موازية للانتخابات التي سترحل المعارضة أم سيرحل تطالب برحيل الحكومة نعم أول شيء المعارضة أين هي التي تتحدث عنها؟ نحن بحمد الله تعالى الآن الشعب السوداني الآن صحيح قد يكون هناك فيه ململة من الظروف الاقتصادية من بعض ولكن نحن مقاييسنا انظر إلى الأخ رئيس الجمهورية حيثما ذهب يستقبله الآلاف عشرات الآلاف. انظر إلى المؤتمر الوطني في مؤتمراته التي انعقدت وأنا شاهد عليها. نحن مشينا لنيالا مشينا لكثير من مواقع السودان المختلفة حتى التي كانت في السابق هي يعني أساس ومراكز سواء كانت لحزب الأمة أو لغيره. دوائر مقفولة كلها الآن انفتحت بحمد الله تعالى. الحديث الآن قيادات المعارضة موجودة وصوتها عالي كل هذا صحيح ولكن ليس لديها قواعد حتى نقول نخرج ونرحل ونطيح والثورة المدعوم والشارع أين ليس لديهم ما يمكن أن يؤسس. ولذلك يعني لهم أن يتحدثوا ولهم أن يحلموا. الحلم جائز لكل إنسان. مجرد حديث مجرد أحلام طبعا. في التجبارة بتاعت التعويضات دي الأخ محمد الأمين تكلم عن التعويضات بتاعت الديمقراطية. محمد حسن الأمين محمد حسن الأمين عفوا اسمي الأصل عليه ما في مشكلة والله استغفر الله يديك العافية إن شاء الله. التعويضات في الفترة الديمقراطية طبعا يعني ما حتكلم عن أنه الميري قدر شنو صادر من دائرة المهدي وحقوق الأنصار الرموز بتاعت الأنصار أو عزا أنها جاءت من الاستعمار معلش خلي الاستعمار ده اللي قدام نتحاسب فيها لكن لما جات التعويضات في أفراد من أسرة المهدي وفي أفراد من باقي الشعب السوداني صادروا منه نوالا من أيام نميري طالبوا بتعويضات. ودي حكومة ديمقراطية كانت ديمقراطية منتخبة وبالتالي لازم أن تستجيب وتسمع كلام المواطنين. اتحول الكلام ده للبرلمان وقالوا إنه يدوا الناس تعويضات بدوا يدوا في الناس تعويضات. لما سيد صادق عرف إنه الكلام ده حولوا تاني للسيد رئيس وزير المالية بشير عمر عشان الموضوع يمشي لقدام. بعد ذاك نطوا الجماعة عملوا انقلاب بشير عمر زولوا صادق المهدي لنفسه ما دعملت. أنا لا أريد أن أعود إلى التعويضات. طيب نرجع للمسألة انتخابات. إحنا انتخابات أين المعارضة؟ قال طبعا أينما ذهب حتى في دواركم المغلقة والمكفولة يجد ترحيب و كده هم لو دارين يسووا الكلام ده يبطلوا هم طبعا هسه بالتعويضات الدستورية دي مسكوا الناس الأمن كل الحاجات وبالتالي الأمن بيقى هو الشرطة والقضاء
وكله مسؤول مما كله. أين هي المعارضة؟ طيب أنا أوريك كده أقف نوريك بالراحة بالراحة. ولو داير صحيح يلقى في معارضة اللي يرفعوا كل الحاجات دي، القيود القيود الحريات والهيمنة بتاع جهاز الأمن، مش الأجهزة القانونية الأصلية، كان شرطة ولا كان قوات مسلحة ولا كان ولا كان. وبعد ذاك يشوف الشعب السوداني وين. لكن مع ذلك قول لي بس صبروا لنا يوم نحن نمرك اللي يصبرهم. الليلة سمعت امبارح بالحماداب، نعم الحمادات دي المواطنين حقين حتى دي الناس مؤتمر وطني قضايا أراضي وقضايا معينة حقتنا، يعني دي الناسنا مؤتمر وطني إن شاء الله يعني ننصفهم كلهم، يجيبوا له ناس الأمن ننصفهم، ما دي إجراءات عادية. 15 نفر المضروبين الراقين في المستشفى إجراءات عادية، دي مطالبات ممكن تكون ماتت دي حزب يومة، دي, 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 دي يعني أشياء مطلبية معروفة لأراضي ما عندها علاقة بالسياسة، ما تتبنوا القضايا يوم الشارع يتبنوا القضايا. هو أين المعارضة؟ المعارضة موجودة، رفعت الشعار المعارضة ستعاضل الانتخابات، نعم. لن تكتفوا بالمقاطعة، ستنظم انتخابات موازية، ستفتح الدور الحزبية. الدور الحزبية مفتوحة ما اتقفلت، لا لا يعني إجراء انتخابات موازية، هم هسي بفضل الحريات الموجودة متاحة، الدور موجودة، الدور موجودة والنشاط موجود داخلها. ما طلعت هسي ولا مس زولك بتاع الأمن طلع فينا جواب قال ناس حزب الأمة حنقفلهم وحنسوي لهم وحنسوي لهم. المهم إنه ده ما موضوعنا نحن، ناس الأمن انتخابات، إحنا في الانتخابات، انتخابات طبعا كده بالله عليك النبي لو هم بيحترموا الشعب السوداني ده وعقلته ممكن يقولوا انه نحن 70% من الدوائر حقت المؤتمر الوطني وتبرعنا لباقي الاحزاب، ده كلام ممكن يكون كلام ديمقراطي؟ دي ممكن تكون انتخابات؟ دي مع نتيجه جاهزه؟ ده كلام واحد. اثنين، القانون والمفوضيه بيتعاملوا حتى مع ناسه، اذا كان فضل الشيوخ شعيب قال داير يترشح ناسه ناس حزبه رفضوا لانه الاجراءات حقته كانت ما سليمه، بالتالي الاجراءات بتاعت الانتخابات دي كلها اجراءات ما سليمه، وانتخابات مضروبه وغير موثوق فيها ولا موثوق في الاجهزه اللي بتعملها. في 2010 ما احنا قلنا حندخل الانتخابات وبدينا نعمل في اجراءات وقانون الانتخابات ذاته، احنا قدمنا مسوده، احنا قوى الاجماع الوطني قدمنا مسوده، نعم في 70% 80% منها دخل في القانون بتاع 2008، لكن بعد ذلك جاءت الممارسات للمفوضية ولا تطبيق القانون ذاته، تطبيق القانون ذاته اللي هم سووه بيدهم ما طبعوا ولا 10% منه. نعم بالتالي احنا خلينا الانتخابات لانها مزورة، اذا كانت 2010 اللي هو الظرف كان احسن من هسه، نعم. هسه بقى مؤتمر وطني اعلنوا النتيجة، اعلنوا النتيجة هم 70% عندهم و30% الباقي. اولا احنا ناس المؤتمر الشعبي اتدخلوا معاهم في حوار مقاطعين الانتخابات لعزم نزاهته وعدم ما قالوا عدم نزاهته، مقاطعين لموقفهم السياسي. انا اتكلم عن انه أول شيء الحديث عن مخالفات، نحن النتيجة التي جاءت كانت نتيجة صحيحة في الانتخابات التي مضت 2010 وقاطع من قاطع، لأن السودانيين معروفين إنه البقاطع ده بيمشي ناس بيجوا بصوتوا برضو، ما يعني مقاطعة حزب الشعب الديمقراطي زمان لما كان انفصل وقاطع يعني ندم على المقاطعة لم تؤثر، فالناس بيمشوا. وبعدين بالمناسبة التعبير في الانتخابات في السودان ما تعبير سياسي 100%، تعبير اجتماعي، تعبير قبلي، تعبير جهوي، تعبير بعدة يعني أشياء نعلمها جميعا، وبالتالي المسألة ما حزبي. حتى يمكن نحن دخلنا نظام القائمة عشان يكون في تعبير سياسي حقيقي، عشان تدي الحزب اللي عايزه وفقا لمبادئه وفكره. 50% الـ50% الجديدة دي، نعم. وبالتالي نحن لما الآن أخلينا بعض الدوائر لأنه نحن واثقين من عضويتنا، عضويتنا معروفة محددة، عندنا 8 مليون عضو مسجل اجتمعنا به في كل أرجاء السودان، نعم اجتمعنا في كل أرجاء السودان وأعلنت وطفنا كل أرجاء السودان، ودي حاجة معروفة. طيب نحن عايزين مشاركة في الرأي، مشاركة في حتى لا يدعي البعض إنه نحن عايزين نحتكر السلطة وما دايرين. فتم يعني إنه في بعض الدوائر بالرغم إننا ضامنين أو مضمونة بالنسبة لنا يعني تم إخلاء بحيث إنه تجي يعني قوى سياسية في ذات الانتخابات. لدي يعني سؤال مباشر، وده ما معناه في ولاية الجزيرة أستاذ محمد حسن الأمين، تزعى من السياسيين المعروفين منضمين حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، قالوا وجدوا أسماءهم كمرشحين ولم يعرفوا من ذلك مسبقا ولم يوافقوا على هذا الاشتراك، وقدموا مذكرة لمفوضية الانتخابات. كيف تفسر مثل هذا الإجراء؟ يعني أنا إذا كرمت يعني أنا الآن ضميت برضو بعض الناس، قيادات الفن، قيادات المسرح، يعني في شخصيات أنت بتضمها، ما بالضرورة يجي الشخص ويلتزم ويقسم لك إنه مؤتمر وطني. نحن بنفتكر إنه المشاركة في الجهاز التشريعي، المشاركة في مجلس أهل السودان اللي هو حيكون كمجلس وطني
وطني أو كهيئة تشريعية يعني تفتح للجميع، يجب أن تكون هناك أصوات تمثل. لم يتم مشاورتهم بالضرورة، يعني أنا إذا انسحبوا فلينسحب، ما بالضرورة حتى بدون موافقة شخص، يعني بالإمكان أن ترشح. يعني معليش هذه خطأ، أنا لو كنت أنا المسؤول لا فعلت، لكن ما بالضرورة، يعني إن كان في أخطاء هنا وهناك لا تحاسب بها القضية كلها. وإحنا حقيقة بثقتهم في الناس فإنهم يمكن أن يشاركوا حتى لو لم يكن ملتزما، يعني يمكن أن يشارك في العمل الوطني والعمل العام، يعني ليس بالضرورة أن أقف وأقول. حتى ما في شخص حيطالبه أنه في داخل المؤتمر الوطني يتحدث، لأنه عندنا شرط الآن في القانون أنه لا بد أن يكون لك انتماء سياسي محددا عندما تقدم البطاقة الجغرافية أو تقول مستقل. يعني فلذلك المؤتمر الوطني حب أن يخلد بعض الدوائر ويدخل بعض الشخصيات، وربما أخطأوا في أنهم لم يعني لم يخطروا مسبقا. لديه أيضا سؤال، دي مسألة، ما البعض يعتبر هذه الانتخابات مباراة من طرف واحد سيكتسحها المؤتمر الوطني، ويعني المجتمع الدولي رفض تمويله، المجتمع الدولي رفض مراقبته. إذا الشعب السوداني وقف كله أو وقف معظمه مع المؤتمر الوطني، ذنب المؤتمر الوطني شنو؟ إذا كان الآن هذا التوجه مقبول وهذا الرئيس يعني لديه الشعبية ولديه القابلية في كثير من أو في معظم أهل السودان، يبقى انت يعني انت تلام على ذلك ام ان يعني نحن حقيقه بنعتبر انه صحيح انه نحن استمدينا هذا من طرحنا السابق، من بقائنا لفتره في الحكم، من 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 فكر الناس، من العمل، من الانجازات التي تمت خلال هذه المرحله التي لم يشهد زاد شعبيتكم، يعني بقت عندنا شعبيه موجوده. فيبقى بالتالي اذا الناس يعني استمروا، وكثير من القوى السياسية الآن إذا في أي منطقة حصل فيها يعني وقوف مع حزب بنسبة 90%، هل تعتبر هذه غير ديمقراطية؟ دعني أزال أستاذ سارة. طبعاً أخي محمد، يعني قال لك حزبهم لديه إنجازات، توسع، تأكل شعبيتكم. صحيح إنجازاته إعلاء صوت الوحدانية والفردانية والفرعونية، وصحيح دمروا البلد اقتصاديا. الفردانية ما تكلموا عنها لأنها عندنا أساسا حقتكم، لا الفردانية دي حقتكم بالك كده، خلينا حقتنا دي اجتماعية. دمروا كل المشاريع الاقتصادية حقت البلد، كان المشاريع رغم إذا متطورين بالشعبية، ومع ذلك هو مفتكر وين الشعبية قاعدة؟ بترول والذهب والجسور والطرق، ومن هنا تمشي بالبصة الآن بتمشي للفاشل. البترول ده وين؟ بتمشي من هنا لمصر لحلفة. المواطن السوداني ما وصلوا، الكلام ده كله ماشي لكم انتوا المواطن السوداني. الطريق ده ماشي لنا نحن، الطرق كلها مخشوشة، ما معمولة بالمواصفات. خافوا الله المواصفات لشركات خافوا الله في الشعبية، الشركات دي تكون حقت ناس حزب أمة بس. دعونا نقف في فاصل. عزيزي المشاهد، فاصل ونواصل برنامج الميدان الشرقي. استراحة واجبة في هذه اللحظة.